بل إذا صلى. Monsieur le recteur de l'université de Blida 1, Monsieur le directeur des œuvres universitaires de la FRON, Mesdames et Messieurs directeurs des cités universitaires, mes collègues vice-recteurs, Messieurs et Madame les doyens des facultés et présidents des conseils scientifiques des facultés, cadres de notre université Blida 2, chers collègues enseignants, chers étudiants, chers invités chargés de la communication et autres responsables des organes médiatiques locaux et nationaux, bienvenue à l'Université de Blida 2 dans le cadre de cette journée nationale marquant le lancement de l'année universitaire 2020-2021 dans ce contexte particulier, dans ce contexte pandémique que nous espérons voir disparaître, vivre sa fin incessamment. Merci de votre présence, merci de nous honorer de votre présence. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير نبينا ما بعد. سيد الوالي المحترم، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي المحترم، السلطات الأمنية والعسكرية، السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، أهلا وسهلا ومرحبا. سيد رئيس جامعة بوليدة واحد، سيد مدير الخدمات الجامعية، السلطات المحلية، رئيس دائرة العفرون، رئيس بلدية العفرون، الشريك الاجتماعي، إطارات الجامعة، تنظيمات الطلابية بمختلف أطيافها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني ويشرفني في هذا اليوم الأغر أن تحتضن جامعة بوليدة 2 فعاليات افتتاح السنة الجامعية 2020-2021 تحت رعاية السيد والي ولاية البوليدة، الذي ما فتئ أن يدعم كل ما أوتي من جهد وإمكانيات لجامعة بوليدة 2 في مساعيها لتحقيق الريادة في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بصهره الشخصي على توفير كافة التسهيلات لإنجاز المشاريع أو دعمها اللامشروط، وكذلك دعم المشاريع البحثية التي لها علاقة وطيدة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. سيدي الوالي، السادة المدعوين، لقد عرفت الجزائر كغيرها من دول المعمورة تفشي وباء كورونا الذي عطل عجلة التنمية العالمية، فمس بالنسيج الصناعي وعطل المؤسسات، فأغلقت المدارس والجامعات، فتلاقت دواليب الصناعة والتجارة، إلى أن ذلك لم يثن من عزائم، فهبت القيادة الوطنية في إدراج خطط لحفظ التوازنات الكبرى ودفع عجلة التنمية من جديد، بوضع بروتوكولات تحفظ صحة المواطن من جهة وتحريك عجلة النشاط التنموي من جهة أخرى. فكان أمر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء لجان محلية وظيفتها السهر على تطبيق بروتوكول صحي لإتمام إنهاء السنة الجامعية 2019-2020 والتحضير للدخول الجامعي 2020-2021، تضم كافة الشركاء والفاعلين في النشاط الجامعي. وتم في ذلك في 20 جويلية 2020، حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بهذا الدخول وعقدت العديد من الاجتماعات لتصادق على مخطط استطعنا من خلاله وبمساهمة كافة الفاعلين والشركاء من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونواب العميد ورؤساء الأقسام ورؤساء المجالس العلمية ورؤساء التكوين والشعب والميادين لإنهاء السنة الجامعية وإجراء المداولات، حيث تخرج أكثر من 10,000 طالب هذه السنة بين الليسانس والماستر، بينما ناقش أكثر من 90 طالب أطروحات الدكتوراه و23 أستاذ تحصلوا على التأهيل الجامعي لارتقاء في رتبة أستاذ محاضر من الصنف ألف. فلا يسعدني من هذا المنبر إلا أن أتقدم بشكري وعرفاني للأسرة الجامعية لجامعة البوليدة 2 التي وقفت كرجل واحد لإنهاء السنة الجامعية والتحضير للدخول الجامعي 2020-2021 الذي نسعد اليوم بحضوركم لافتتاحه.
سيد الوالي، السادة المدعوين، لقد صدق من قال إن الأزمة تلد المهمة، فقد بينت هذه الأزمة الصحية طاقات خلاقة وعزائم فولاذية يشكلها الأساتذة والإداريون والطلبة وجميع الشركاء، فلهم مني كل الشكر والثناء. ونحن نطمح بعون الله ومشيئته أن نرفع التحدي ونريد من تفتيح الجامعة على وسطها الاجتماعي والاقتصادي من خلال المشاريع البحثية. والحمد لله لقد صادقت الوزارة الوصية على جميع مشاريع الدكتورة هذه السنة في 18 شعبة و53 تخصص، ومنحتنا الوزارة الوصية 159 منصب لإجراء مسابقة الدكتوراة التي تجرى في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وارتقت جامعتنا لكي يصير عدد المخابر على مستواها حوالي 18 مخبر بحث، مع وجود أكثر من 80 مشروع بحث في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. السيد الوالي، السادة المدعوين، لم تكتفي جامعة البوليدة سنين بالتفتح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بل تعددها إلى المجال الدولي، حيث استطاعت أن توقع وتفعل ثمن اتفاقيات دولية تمثلت في اتفاقية مع جامعة كاراكالا كنموذجا، حيث نجح منها وتخرج حوالي 15 طالب تلقنوا اللغة التركية عن بعد في زمن كورونا، وقد تم تكريمهم، ونحن في انتظار تكريمهم في الأيام القليلة القادمة من قبل السيد السفير دولة تركيا بالجزائر. كذلك جامعتنا دخلت في عدة مشاريع أخرى تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، من بينها مشروع يبدأ ومشروع إنسايد، الذين يشتغلان بشكل انسيابي رغم وباء كورونا. سيد الوالي، السادة المدعوين، طموحنا كبير للنهوض بجزائرنا الحبيبة، لذلك فإننا نحتاج لمساعدتكم ومساعدة كل السلطات العليا في الدولة. وبهذه المناسبة نتمنى لأساتذتنا ولعمدائنا ولنواب رئيس الجامعة كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأقول لطلبتنا عام موفق وناجح إن شاء الله، وشكراً.